السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى بنات وأحلى متابعين في الدنيا. النهاردة إن شاء الله أنا جاية لكم بتحدي جامد جدا بيني وبين قناة جميلة جدا. القناة دي بتاعت أختي وحبيبتي سهى، صاحبة قناة سوبر سوسو. إحنا النهاردة هنعمل الكشري. أيوة الكشري، وهنشوف بقى الكشري مين اللي أحلى. يا ريت تشوفوا الفيديو للآخر وتروحوا عند سوسو برضو تشوفوا الفيديو بتاعها وتحكموا بينا كشري مين اللي أحلى. يلا بقى نبدأ التحدي. بسم الله، احنا هنا دلوقتي معانا مكرونة. انا جايب المكرونة الرفيعة دي، انا بحب دايما استعمل المكرونة اللي هي اللي بالشكل ده يعني. ودي مكرونة سباكيتي، انا مكسرها على تلاتة، مكسرة الكيس على تلاتة عشان طبعا معايا اطفال بيعرفوا ايه ياكلوا المكرونة. ومعايا عدس، ومعايا رز، ومعايا طماطم علشان الصلصة، وهنا معايا بصل وتوم، وده ملح وشطة، فلفل أسود، كمون، كزبرة. هنقطع بقى البصل جوانح. أول حاجة هنعملها إن احنا هنعمل البصل، هنحمر البصل في الزيت. تعالوا نروح على البوتاجاز ونشوف بقى نبتدي شغلنا هنعمل ايه. نسيت ما اقول لكم على خطوه مهمه. هنا انا معايا قرنين فلفل حامي، انا بحب دايما الفلفل اضربه مع الطماطم بيديها طعم جميل جدا. هنضرب الطماطم والفلفل في الخلاط ونبتدي مع بعض ايه بقى نشتغل في الوصفه. انا معايا هنا حطيت حل على النار وحطيت فيها حوالي ربع ازازه زيت. يعني انا الزيت اللي هستخدمه، انا بستخدم في الكشري الزيت، ما بحطش سمن خالص. الزيت اللي انا هعمله هحمر بيه البصل ده هستخدمه لكل حاجة، هعمل بيه الرز وهعمل بيه الصلصة وهعمل بيه الشطة بتاعة الكشري. يعني انا بحط هنا الكمية على قد ما بحتاج للكشري كله، تمام؟ يعني هنا حطيت ممكن حوالي ربع ازازة الزيت او اكتر كمان شوية. انا هنا هحمر البصل كويس. طبعا البصل زي ما قلت لكم انا مقطعها جوانح وحط لها ملح بس، مش حاطه غير الملح بس. في ناس بتقول انا بحط دقيق وفي ناس بتقول بحط خل، انا ما بحطش حاجه للبصل غير الملح بس. هنا انا غسلت الرز ونقعته، هنقعه حوالي 10 دقايق، تمام؟ وغسلت برضو العدس وبرضو هنقعه حوالي 10 دقايق اهو. وهوريكم انا هعمل ازاي العدس، انا مش هسلق العدس لوحده، هوريكم برضو هعمل العدس ازاي. تابعوني بس كده للاخر وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هنا حاطه على حله على العين التانية، حاطه فيها ميه علشان اول ما الميه هتغلي احط فيها الملح وانزل بالمكرونه. اهو بصوا دي البصلة وانا بحمر فيها. انا هنا حمرت البصلة، بصوا لغاية ما لونها ايه، اداني اللون الذهبي الجميل ده. انا بقى هصفيها هنا في المصفى دي، انا بصفيها واسيبها كده في المصفى، بتنزل الزيت كله اللي فيها. الزيت بقى بستخدمه، هي البصلة وهي محطوطة بالشكل ده في المصفى طبعا لما بتتصفى من الزيت خالص بتنشف وبتبقى رهيبة يعني. الزيت طبعا انا هنا هستخدم احط منه للرز دلوقتي، احط زيت في الحلة دي علشان هعمل بيه الرز. وهركن بقى البصلة دي، خليها للاخر على ما بنخلص الشغل بتاعنا. طبعا البصلة بتبقى ناشفة ما بتحتاجش لأي حاجة خالص. هنا بصوا انا حطيت حلة، الحلة دي للرز والحلة دي هعمل فيها الصلصة بتاعت الكشري، والحلة دي بتاعت المية، مية المكرونة. هنا انا بحط الزيت ده علشان اعمل الصلصة. طبعا انا معايا التوم، فرمت التوم، معلقة توم محترمة كده، معلقة توم كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بيها طبعا اول ما الزيت سخن، معلقة مليانة طبعا اهي. في هنا بقى تركة مهمة جدا عايزاكم تاخدوا بالكم منها، بس للأسف انا صورتها ويعني معرفش بقى ان انا كنت ما كنتش بصور، ما لقيتهاش موجودة في المقطع. اول ما تلاقوا التوم طبعا ابتدى اهو يصفر معايا، انا مش هسيبه يحمر لا، اول ما يصفر معايا اهو يبقى بالشكل ده باللون ده، هنزل
بحبة خل، يعني تحطي حوالي ممكن ربع كوباية خل كده. الخل بيديها ريحة، بيعزز يعني، بيظهر ريحة الكشري كله، بيظهر ريحة الصلصة وبيخلي الكشري ريحته جميلة جدا. او بصوا بقى، انا هنزل بالخل، وقبل طبعا ما الحق خل يتبخر بروح على طول وراه نازلة ايه بالصلصة، بالطماطم. الطماطم دي طبعا اللي انا وريتها لكم، ضربتها في الخلاط هي وقرنين الفلفل، واول ما التوم زي ما اتفقنا، التوم اول ما تبتدي تصفر اروح نازله بالخل، وعلى طول اروح منازله بعد منها بالطماطم على طول، واسيبه بقى يغلي، هسيبه على جنب يغلي، ونيجي بقى ايه نعمل الرز مع بعض. انا رز هنا طبعا حطيت في الحله دي الزيت زي ما اتفقنا، برضو من الزيت اللي انا ايه زيت البصل اللي احنا حمرناه ده مع بعض. طبعا الزيت بيبقى واخد من طعم البصل، هو اللي بيدي الطعم الجميل الرائع الرائع للكشري بجد والله يا بنات. الكشري ده احلى من كشري المحلات بكتير بمراحل. احنا يعني هنا طبعا هنحمر الرز، انا بعمل الرز الاول، ما بحمرش الشعريه الاول، لان الرز بتاعنا بتاع الواحات هنا بيتعمل بالطريقه دي. اول ما الرز بيبتدي يصفر معايا بنزل بالشعريه، انا طبعا ببقى حاطه كميه الشعريه قد كميه الرز. الشعرية طبعا انتم عارفين ان الكشري بيحب الشعرية والشعرية بتحب الكشري، وبينهم قصة حب فظيعة. المهم بقى ايه، هنا انا طبعا هفضل اقلب في الرز كده بالشعرية لحد ما الاقي الشعرية، بصوا اهي احمرت معايا الشعرية، خدت اللون الذهبي الجميل ده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلي بالكم من الخطوة دي يا بنات، اهو بصوا بصوا لونه بقى ازاي. هنا انا دلوقتي هنزل بمكون مهم جدا، الا وهو الايه، العدس. ايوه العدس، انا هنا بعمل العدس مع الرز، بيدي للرز طعم جميل جدا وبيديه لون حلو، انا بحب لونه بالشكل ده. انتوا مش بتحبوا لونه بالشكل ده عادي، اعملوا اسلق العدس لوحده ومش هيحصل اي حاجه، اسلق العدس لوحده، حط له التوابل بتاعته وبيحطيه برضو مع الرز لوحده والعدس لوحده والمكرونه لوحدها، في ناس بتعمله كده وانا برضو ساعات كتير كنت بعمله كده، بس الصراحة لما جربت الوصفة دي الطريقة دي لقيت الطريقة دي احلى بكتير والله، جربوها والله مش هتندموا. وانا طبعا هفضل اقلب في العدس مع الرز لغاية ما العدس يسخن كده، وتلاقوا بصوا تلاقوا الرز مع العدس كده ابتدى ايه، يعني كل حاجة بقت مفرفرة كده لوحدها. هحط بقى طبعا التوابل، انا بحط الملح وفلفل اسود بس للرز، حط ملح وفلفل اسود وهقلبهم تاني مع بعض. طبعا الملح ده على حسب الرغبة. هقلبه بالطريقة دي، وانا حط على العين التانية مية، انا بحب ازود الرز يا بنات مية مغلية، وزي ما انتوا شايفين كده انا قلبته وهزوده دلوقتي ايه ميه مغليه. جربوا يا بنات والله بالطريقه دي بجد، يعني انا جوزي والله قال لي انا بجد الكشري ده ما اكلتش في حياتي زيه، حتى في المحلات اللي هي بتاعت مصر ما دقتش كشري بالطعامه دي. بصوا انا زودته هنا، انا بحب ازود الرز مرتين، زودته هنا دي اول مرة اهو بالطريقة دي، وهسيبه اول ما هينشف هرجع اقول لكم انا هعمل ايه. انا طبعا حاطه له الملح بتاعه والفلفل الاسود وتمام، هغطي عليه بقى وهسيبه اول ما هينشف هرجع معاكم، هرجع اقول لكم هعمل ايه. هنا بقى في الحلة بتاعت المكرونة بتاعت سلق مية سلق المكرونة دي، حط فيها الملح، انا بحط لها ملح بس مش هحط لها زيت ولا اي حاجة، تمام حط لها ملح. اول ما بصوا بصوا المية بتغلي ازاي، خدوا بالكم المية تبقى بتغلي كده، اروح نازلة بقى بالمكرونة. عفوا، هنزل بالمكرونة ومش هسيبها، هقلب فيها علشان المكرونة الاسباجيتي طبيعي لما تيجي تعمليها اهو
دايما لما تيجي تسلقي المكرونه السباكيتي ما تسيبيهاش الميه تبقى بتغلي، تنزلي بالمكرونه وتفضلي بصي تقلبي بالشكل ده، تقلبي كده علشان المكرونه تبقى مفرفره معاكي كده ما تلزقش في بعضها. هقلب فيها لحد ما احس ان خلاص يعني المكرونه هي اهو، بصوا تفضلي تقلبي كده لحد ما تحس ان المكرونة كلها اتفرفرت معاكي، مفيش اي حاجة لازقة في حاجة يعني. اهي لو المكرونة ابتدت اهي حطيتها معايا، اروح ايه مغطية عليها وسايباها تمام كده. هنسيب المكرونة برضو كده لوحدها تغلي، والرز معانا بيغلي اهو، الرز نشف معاكي دلوقتي، الرز دلوقتي نشف معانا بس لسه ناشف يعني ايه لسه ما استواش كويس اهو. بصوا معايا بالشكل ده الرز والعدس، بصوا شكله عامل ازاي، والله شكله بيشهي بجد. هزوده ميه تاني، انا زي ما قلت لكم في الاول انا بزوده مرتين، اول مره يعني ما بزودش الرز كله مره واحده اهو، دي تاني تزويده هزوده تاني مرة بقى، وههدي عليه النار وهسيبه خالص تمام. دي معايا الصلصة هنا اهي، تعتبر الصلصة خلاص كده، احط لها التوابل بتاعتها ملح، ده الملح بتاع الصلصة، احط لها فلفل اسود، وكزبرة اهي، معلقة كزبرة محترمة كده، معلقة صغيرة طبعا زي من المعلقة اللي انتم شايفينها دي، وهقلبها وخلاص هي كده الصلصة اتعملت معايا وخلاص. كده الصلصة بقت تمام معايا تمام يا بنات. هنا بقى الحلة دي نحط فيها برضو زيت، برضو من الزيت اللي هو بتاع البصل زي ما اتفقنا، احنا زيت البصل ده بنصفيه وبنعمل بيه كل حاجة. هنزل بمعلقة شطة محترمة كده واقلبها، اقلبها في الزيت يا دوبك اديها لفتين كده، ما سيبهاش بقى لما ايه تعمل معايا تاخد لونها لأي حاجة خالص، انا بديها لفتين بس كده في الزيت، وبنزل عليها بقى بايه بكبشة، كبشة من الصلصة وكبشة من المية اهو، نزلت بكبشة الصلصة ودي كبشة مية بس كده، ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجة خالص، ودي دي الشطة اللي احنا بنبقى هنتجنن عليها في محلات الكشري، ما فيهاش اي افتكاسة خالص، وبيبقى طعمها ما اقولكمش اقسم بالله طعمها خرافة، والله طعمها بيجنن. بس اهي بتغلي معايا اطفي عليها على طول، مش هسيبها خالص على النار، انا بعملها كده وراح طافي عليها على طول كده. انا خلصت اعتبر الصلصه، خلصت الشطه، نيجي بقى للمكرونه. انا المكرونه اتسلقت معايا، صفيتها ورجعتها في الحله تاني، ونزلت عليها باقي الزيت ده برضو الزيت بتاع الايه زيت البصل برضو اللي اتبقى معايا من الزيت، بنزل بيه على المكرونه واقلبها بقى علشان ايه تبقى مفرفره معايا وبالشكل الجميل ده، ما تلزقش ولا تعجن. بصوا زي ما انتم شايفين مفلفله وما فيهاش اي تعجينه ولا اي حاجه، والرز برضو هنا خلاص خلص معايا، بصوا الرز مفلفل ازاي، بصوا شكله حلو ازاي، لونه جميل مفلفل ولا معجن ولا اي حاجه خالص. كده الرز استوى، المكرونه استوت، الصلصه خلاص كده، خلاص برضو الصلصة استوت خلاص. الشطة برضو خلاص استوت جاهزة معانا، الشطة كله كده بقى جاهز معانا. هنا بقى انا هعمل الدقة،
هنا بحط نص معلقة ثوم، ثوم مفروم طبعا، مع نص كوباية مية، وبحط التوابل دي معلقة كزبرة ونص معلقة كمون، معلقة كزبرة كبيرة، معلقة كزبرة صغيرة ونص معلقة كمون. أو نص معلقة كمون، مش بحط كمون كتير. ودي عصير، دي ليمونة كبيرة، عصير ليمونة كبيرة، ومعلقة خل، معلقة واحدة خل، تمام كده. واحطهم على النار يغلوا معايا، هصفيهم. ودي بقت الايه، الدقة بتاعتنا. هنا الدقة جاهزة والشطة جاهزة، وده شكل الكشري بعد ما غرفته. بصوا بقى شكله عامل ازاي، جميل جدا جدا جدا، وحوالين منه البصل اللي هو الورد اللي بيقولوا عليه الورد ده. والله شكله وطعمه يا بنات، يا ريت تجربوه والله بالطريقة دي، ان شاء الله هتعجبكم. يا ريت ما تنسوش تروحوا عند سهى تسلموا لي عليها وتشوفوا الفيديو بتاعها، تشوفوا بقى الكشري مين اللي احلى. وهسيب لكم اللينك بتاع قناة سهى في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت تحت.